صحة رمضانكم مشاهدينا، ومرحبا بكم في برنامجكم موبيتك. كالعادة حتكون عندنا مجموعة مميزة من الهواتف الذكية والتطبيقات. نبدأ مباشرة بأول ركن في برنامجنا موبي ماركت. في موبي ماركت هذا الأسبوع نهضروا على هاتف من إنتاج شركة LG، واللي هو LG ستيلوس 2، اللي شاشته قياسها 5.7 بوص من نوع IPS LCD، وزنه 145 غرام، ويعمل بنظام تشغيل اندرويد مارشمالو. ذاكرته الداخليه سعتها 16 جيجا بايت، يمكن زيادتها حتى 128 جيجا بايت عن طريق اون كارت ميموار ميكرو اس دي. الرام تاعو صغيره نوعا ما مقارنه بالهواتف الذكيه الاخرى، وسعتها 1.5 جيجا بايت. بالنسبه لكاميرته الخلفيه دقتها 13 ميجا بيكسل، اما الاماميه ف 8 ميجا بيكسل. بطاريته قوتها 3000 ملي امبير. جاء بدو كولور اللي هما المارون اي لو بلون. خليكم تزيدوا تعرفوا عليه اكثر في هذا الفيديو.